أهلا بكم من جديد. أعلن وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ عن تمديد قرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي في كافة المراحل التعليمية. وفي تغريدة له على موقع تويتر أكد آل الشيخ أن هذا الأمر يأتي حرصا على سلامة منسوبي التعليم في ظل استمرار جائحة كورونا. يأتي هذا بعد تقييم الوضع العام لفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية.